السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم ان شاء الله دورة الباثولوجي بإذن الله. نصلي على سيدنا محمد كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا خدت ان شاء الله كومنت الكتاب والصور من الداتا وعملتها في ورقة A3 كلها كده. ده كومنت كامل يعني، بس يعني ايه بصورة كده منظمة ومرتبة. اول جار معانا طبعا ده جار في الادرينال جلاند عن الادرينو كورتيكال كارسينوما. ده جار كده بيشخص لي الادرينو كورتيكال كارسينوما. انا شايف طبعا ادرينو كورتيكال او ادرينال جلاند مقسومه نصين كانها بيضه واتقسمت نصين كده، عملت فيها كات سيكشن. لو بصيت على التيومر اللي موجود في الصوره كده هلاقيه عباره عن تيومر ان كابسوليتد، مالوش كبسول. ونثبت حاجه بالنسبه للكونسستنسي، احنا هنثبت كده في كل جار الكبسول عامله ايه، الكونسستنسي بتاعتها عامله ايه، فيرم ناشفه ولا طريه سوفت. ولو في كات سكشن هنشوفه، لو في برضه شويه اضافات هنشوفها. طب انا عندي التيومر، اراك الماس ده الكونسستنس بتاعته فيرم، وكل الجارات اللي في العمل ان شاء الله كلها باذن الله هتكون ايه فيرم، مفيش حاجه سوفت خالص في العملي بتاع المديول ده. لو عملنا كات سكشن كده في الجار وبصينا على الجار كده هنلاقي عباره عن ماس اهو فاريجيتد، يعني تلاقيه ملخبط كده ومتنوع وفي حاجات كتير. حقيقي طبعا عباره عن نوديولز، هلاقي فيه نوديولز كده اهو، ادي نوديولز الماس فيه نوديولز تمام. وهلاقي فيه اراك اريا كده لونها بلاك، الاريا لونها بلاك او لونها بيكون يلوش وبلاكش كده يعني، دي قد تكون سببها ان في حصل هيموريج مثلا. وهلاقي ان الماس انفلتريتنج، لانه ايه، لانه ورم كارسينوما و مالجنت تيومر، فطبيعي ان هو يكون اصلا عامل انفلتريتنج. تبقى ده ورم في الادرينال جلاند اهو زي ما احنا شايفين. الورم ده الماس ده لكبسول، طبعا كارسينوما دايما بيكون اصلا شكلها وحش لانه كانسر، هيكون شكله عامل ازاي يعني. فبالتالي بتلاقيه انكابسوليتد ملوش كبسول، بتلاقيه ال اصلا ديفاين مش محدد كده وتلاقيه ملخبط في بعضه. والكونسستنسي بتاعته احنا قلنا هنثبت في كل الجرات اللي هناخدها باذن الله ان الكونسستنسي فيرم، الجرات اللي عامل المديول ده كلها فيرم. طيب لو عملنا كات سكشن فيه زي ما هو في الصوره كده هلاقي انه عباره عن ماس، الماس ده كده فاريجيتد يعني متنوع كده وفيه اشكال كتيره وريجولر مش منظم. هلاقيه عامل نوديولز، نوديولز عامل هنا نوديولز كده، والنوديولز دي عامله برضو ما بينها كده او حواليها في اريا كده لونها بلاك ارج بسبب الهيموروج اللي ايه اللي حصل. والماس ده عامل انفلتريتنج كده لل الجلاند تشو الادرينال جلاند. هيجي في الامتحان الصوره دي طبعا عباره عن زي كوره اتقسمت نصين او بيضه كده مفتوحه، و هقول له هيقول لي الدياجنوز طبعا، اقول له ده ادرينال كورتيكال كارسينوما. الاورجان ده ايه؟ طبعا الاورجان ده ادرينال جلاند. ولا يا اما يجيب لي كومنت عادي زي اللي هو الكومنت اللي انا اكتبه، ودي سهله. هبص على تيومر، تيومر عامل انفلتريتنج، تيومر عامل نوديول فيها بلاكش زي ما احنا شايفين كده، اريا كده لونها بلاك، وطبعا فاريجيتد وتلاقيه ملخبط في بعضه كده. والكونسستنسي ثبتناها قلنا فيرم، وتيومر عامل انفلتريتنج طبيعي ان هو يكون ايه انكابسوليتد ملوش كبسول تمام. تبقى ده اول جار معانا بتاع الادرينال جلاند. لو بصينا على الجار لكن اللي بعده ده جار في البنكرياس طبعا، ده البنكرياتيك كارسينوما. البنكرياتيك ايه كارسينوما، فين الماس التيومر يعني، التيومر اهو طبعا اللي هو باللون الابيض ده كده اهو، واللي موجود ده كده ده عباره عن بارت من الدودينام، جزء من ايه من الدودينام. دي اصلا الهيد بتاعه البنكرياس اهي، وطالع فيها التيومر اللي انا شايفه اللي لونه ابيض ده. التيومر ده انا شايفه كده، هل ليه كبسول؟ ملوش كبسول، باين ان هو ملخبط عامل فانجيتين كده ماس، تبقى انكابسوليتد. طب الكونسستنسي بتاعته قالك والله عندك، احنا قلنا ثبتنا في كل الجارات الكونسستنسي بتاعتنا كلها هتكون فيرم. طب اللون بتاعه، اللون بتاعه برده مش هحفظ اللون بتاعه من الصوره، اي لون عادي جري شويه تمام. زي اي كارسينوما طبعا كبنكريات كارسينوما فيها اريا من الهيموروج والايه والنكروزز. طب لو بصينا على السيرفيس بتاعه من فوق، السيرفيس بتاعه ده قلنا انكابسوليتد وال ديفاين، يعني ايه ريجولار، يعني ايه ريجولار سيرفيس اريا، يعني ملوش والله عندك، مش محدد مش ويل ديفاين. وخد بالك بقى عشان دي برضو مهمه، ان الاوريجين بتاع التيومر ده جاي من الهيد بتاعت البنكرياس وعامل انفلتريتنج للدودينام اللي انا ايه اللي انا محدده ده للدودينام، عمل له انفلتريتنج. واشهر مكان زي ما احنا عارفين بيجي فيه اورام البنكرياس الكارسينوما يعني هو الهيد بتاعت البنكرياس. تعالى نراجع كده الجور سريعا، قلنا الشكل اللي قدامي ده كده في اللي هو الوحيد اللي فيه دودينام زي ما احنا شايفين، وفي ماس. الماس ده طبعا هيقول لي ايه الدايجنوزز بنكرياس الكارسينوما، ايه اللي في الصوره ده، ده
التيومر وكمان البارت من الدودينم. طيب التيومر ده انا شايفه في الصوره كده كابسوليتد، ملوش كبسول ان كابسوليتد، الكونسيستنس بتاعته بتكون فيرم. قالك وي قالك ال ديفاين يعني ايريجولار، مش منظم ملخبط في بعضه، مش يونيفورم وشكله حلو، لا ده ايريجولار سيرفيس اريا. وفي ممكن اضيف ان هو في اريا من الايه، من الهيموروج والنكروزز. قلنا اهم حاجه بس حته ان هو الاورجين بتاع الماس البنكرياتيك كارسينوما ده اللي هو بيجي من اشهر مكان الهيد بتاع البنكرياس، فيش في الايه، في الجار ده. طيب ندخل بعد كده على جارات الثيرويد، وهنبدا جارات الثيرويد بالبناين تيومر. اول جار في الثيرويد هو الثيرويد ادينوما، وده بيناين تيومر. في التيومر طبعا في الصوره، تيومر اهو شايف التيومر طبعا ادينوما بيناين تيومر، بيبقى ايه، بيبقى شكله حلو شويه عن الكارسينوما، فتلاقيه قالك ان هو ويل ديفايند، متحدد كده الجوانب، وبتلاقي الكبسول ليه كبسول من بره كده بتكون ثيك اهي، وزي ما احنا قلنا ويل ديفايند او ويل سيركمسكرايد، محدد الجوانب، قلنا الكونستانسي فيرم. لو حابب اوصف شكله اقول ان هو لونه يلوش، لونه بني كده، وانت شايف طبعا ماس واحد مش مالتيبل ماسز، مش مالتيبل ماسز. فلو حبينا كده نبص على الجار برضه اهو، لو جالي في الامتحان هو شبه الليفر كده، يعني مدي على شكل الايه، الليفر، يعني شكل كبد كده تحسه معمول في كات سيكشن. هنقول ان الجار ده طبعا ثيرويد ادينوما، ده بيناين تيومر طبعا. طبعا الاورجان ثيرويد جلاند، ادي اهو دي اول سؤالين بيقولك في الامتحان العملي. طيب حواليها الثيرويد جلاند دي لاين بايه، انا والله عندك او الماس ده لاين بيه، لا لاين بسكه بثول من بره، وشكل اللي ورا بيناين ثيرويد ادينوما، فبالتالي ان هو ايه، ان هو هيكون ويل سيركمسكرايب، يعني محدد الجوانب. شكله او لونه عامل ازاي، اوصف اي لون. اللون انا شايف لونه بني براون، طب شايف لونه براون، يعني اي لون. اللون مش شرط، انت بتوصف من الصوره اللي قدامك. طبعا مش مالتيبل ماس، لا ده سوليتري ماس، وزي ما احنا شايفين ان هو زي ما احنا قلنا الكونسستنسي في كل الجارات ايه، فيرم. طيب دي اول تيومر في الثيرويد جلان اللي هي الثيرويد ادينوما. تعال نخش بقى على المالجنت تيومر بتاعت الثيرويد جلاند، او المالجنت تيومر بتاع الثيرويد جلاند البابيلاري كارسينوما. البابيلاري كارسينوما زي ما احنا شايفين كده، بابيلاري كارسينوما اهي، ادي الماس اهو، من الاسم طبعا ان هو بابيلاري كارسينوما، بتلاقي عامل بابيلي او فانجيتنج ماس، عامل ايه، فانجيتنج ماس. ادي برضو الصوره الثانيه اهي، انه عامل فانجيتنج قالك ماس اهو، ده الورم. تمام دي طالع ايه، طالع في الثيرويد جلاند، تبقى ده البابيلاري كارسينوما. احنا ما عندناش اصلا اي ورم عامل بابيلي هو غير بتاع الايه، الثيرويد هو البابيلاري كارسينوما، ما عندناش اي بابيلاري كارسينوما هي غير بتاعه الثيرويد. طيب عامله فانجيتنج قالك ماس، قلنا الكونسستنسي ثبتناها فيرم، اللون اللي ظهر قدامك يا باشا والله عندك يلوش وايت، او مش يلو شويه بقى، ممكن اقول ان هو براون، لونه كده ظهر براون، او يلو شويه برضه عادي خالص. ده كارسينوما، بيقول لك كارسينوما، فهو ورم باين عليه ان هو ايريجولار ال ديفايند، السيرفيس بتاعه ايريجولار سيرفيس اريا. عملت فيه كات سيرفيس، هلاقي والله عندك ان في بابيلر بروجكشن. انا ما إيه، انا ما حفظتش حاجه، انا خدته من اسم بابيل، من اسمه بابيلر كارسينوما، فلقيته عامل بابيلري بروجكشن، وفي اريا من الايه، من الهيموروج والنكروز زي اي سرطان. تعال نراجع الجار ده كده مع بعض. البابيلري هيقول لي ايه الدايجنوزز، طبعا هو الجار الوحيد اللي ايه، اللي فيه بابيلي، هو اللي عامل بابيلي كده لونها ايه، بني، فاهو شكله كده، هو ماس كده في ال في الثايرويد جلان، عامل بابيلي ريجكشن. تعالى راجعوا كده مع بعض من هنا. طبعا قلنا الكبسول بتاعته ده ايزائيه كارسينوما انكبسوليت، ملاش كبسول، كارسينوما شكلها وحش انكبسوليت، يعني مفيش عندي ولا جار، ولا جار غير الجار اللي هو هنشوفه بعد ده، بس مش عامل بابيلي خالص، ده هو ثيرويد كارسينوما عاديه. اما ده بابيلري فعامل بابيلي بروجكشن، طبيعي ان هو يكون ما فيش ليه كبسول. قلنا كونسستنسي كلهم فيرم، اللون بتاعه زي ما احنا شايف يلو شويت، وهو مش منظم، عامل بابيلري كده ايريجولار، فبالتالي ال ديفايند، يعني مش محدد جوانب ولا كده. عملت فكت سكشن لقيت بابيلري بروجكشن بس، تبقى يقول لي ايه الدياجنوز، بابيلري كارسينوما، ايه الجلاند دي ثيرويد ايه جلاند. تعال نشوف الكارسينوما الثانيه في الثيرويد ايه، ثيرويد جلاند، اللي هي ثيرويد كارسينوما. هو قال لي ان دي ايه ثيرويد كارسينوما، ما حددليش نوع، قال لك هو شبه طبق الفول كده، ادي الماس عامل زي النوديولايه كده، تحسه عامل نوديول واحده كده، حته واحده كده نوديول. الماس ده طبعا زي ما احنا شايف كده، شايفين كده ليه كبسول من بره، ليه كبسول من بره. طبعا هو قال لي ان هو انكابسوليتد، ملوش كبسول من بره خالص، الورم نفسه ملوش كبسول، بس الجلان نفسها هتشوف الكبسول بتاعها لان وصفه في اول الكومنت. تبقى بصيت كده على الورم لقيت طبق فول، شبه طبق الفول كده، الورم مخترق، فبالتالي انكابسوليتد،
ولكنه عامل شكل كده نديولاية، يعني نديول واحدة. فبالتالي ويل سيركمسكرايبد او ويل ديفاين تلاقيه متحدد كده الجوانب، مش عامل فانجيتنج، مش عامل بابيلي، مش يعني محدد، وعامل شكل نيديولار ابيرنس. ده برضه حته مهمه، ان ذيس ماس شوينج نيديولار ابيرنس، شكل النيديول دايره كده عامله زي النيديول، وفي قالك برضه ريم من الايه، من السيروت تشو. طب بصينا بره كده لقينا في بره قالك والله كبسول، الكبسول دي بتاعت الجلاند، الكبسول دي بتكون ثيك ولاسترنس. لاسترنس الكلمه دي يعني لامع، بتلمع، مش مهم قوي يعني. وعامل فايبرس ادهيجن، الفايبرس ادهيجن بيضغط على البلاد فيزل قالك اللي هي اللي موجوده دي، فبيخليها كونجستد محتقنه. ده ايه؟ ده الثيرويد كارسينوما. تبقى ده الدايجنوز بتاعه طبق الفول ده، ثيرويد ايه؟ ثيرويد كارسينوما. طيب طبعا الاورجان ثيرويد جلاند خلاص. طب انا شايفه ايه؟ شايف والله عندك ماس شوينج نودولار ابيرنس، عامل زي النديول الواحده ويل ديفاين، ولكنه عامل ايه؟ قالك مخترق، تبقى انكبسولد، ملوش كبسول اصلا، تمام. واللي بره دي بس اللي هي الكبسول بتاعت الجلاند، الكفرنج كبسول، بيكون لاسترنس، لون ايه؟ لامعه، وعامله فايبرس اديجن، وضغط على الاوعيه الدمويه، عامله ايه؟ عامله كونجستد بلاد فيزل، تمام. طيب تبقى كده الثايرويد جلاند الاورام بتاعتها اللي هي المالجنان خلصناها، والبيناين خلصناها. تعالى على نون نيوبليستيك، او حاجه بقى الايه، مش تبع الاورام خالص لكنها نون نيوبليستيك، اللي هي الكولويد نودولار جويتر. لو بصينا كده على الجار ده كده هنلاقي طبعا ثايرويد جلاند باينه ايه على شكل حرف الاتش، عامله كده من بره كده نديول، نديول هي، ما فيش ولا جار في نديول واضحه من السيرفس اريا غير الكولويد نودولار ايه جويتر على شكل حرف الاتش. تبقى لو بصينا كده عليها، احنا قلنا هنوصف اول حاجه دايما بنبدا بالكبسول، وبعد كده الكونسستنسي، وبعد كده اللون، تمام. اول حاجه الكبسول، انت شايف الورم؟ لا ده الكولويد نودولار جويتر عامل والله كبسوليتد عادي خالص، سيك كبسول كمان. طيب بالنسبه والله عندك للكونسستنسي بتاعته زي ما احنا زبدنا كل الجرات فيرم. طب اللون اللي انت شايفه، شايف لون البراون، لون بني كده، المسؤول عنه ان النوديول، النوديولار جويتر، النوديول اللي فيه بتكون مليانه ماده جيلاتينس ماتيريال، هي دي المسؤوله عن لون البراون اللي فيه. طيب بصيت على الاوتر سيرفس ايش الله عندك، لقيته نوديولز كده، نوديولز، نوديولز، النوديول دي قال لي ان هي مليانه ماده لونها بني جيلاتينس كولويد. طب انا عندي دي ايه؟ دي اسمها الكات سيرفيس، اللي هي ايه؟ اللي هي من بره، عملت كات سيرفيس من بره كده وبصيت لقيت انه عامل نوديول، عملت كات سيرفيس لقيت انه عامل نوديول، النوديول دي والله من بره. طب لو عملت كات سيكشن كده لقيت فيه نوديول اهي، النوديول دي شايف لونها ايه؟ لونها بني اهي، وما بينها كده فايبرس تيشو، فايبرس تيشو، فايبرس سيبتا كده. النوديول دي عباره عن نوديول كولويد، يعني مليانه جيلاتينس ماتيريال، الجيلاتينس ماتيريال دي هي اللي مسؤوله عن الايه، اللون البني بتاعها. قال لك كات سيرفيس فاريبل سايز نوديول سيبريتد بي فايبرس سيك فاي ايه سيك وايت فايبرس تيشو، والنوديول دي مليانه جيلاتينس كولويد. طيب هما كانوا ثلاث جارات في الكتاب نفس الكومنت، ما عدا بس جار اخير قال لي اضافه فيه بسيطه، ان في الجار ده زي ما احنا عارفين ان الكولويد نودولار جويتر احيانا بيكون فيه فوكاي من الشالكي ماس كده، اللي هي بسبب الكالسيفيكيشن يعني. فقال لك ان هو بعض ايه الجار ده بتلاقي فيه من تحت كده حته بيضه، تمام. هو ده الجار الوحيد في النودولار جويتر يعني اللي فيه حته بيضه، بتلاقي ان زر زر الشالكي وايت كالسيفايد نوديول، يعني فيه نوديول او شالكي وايت والله كالسيفايد ماس كده فيها كالسيفيكيشن، هي اللي عامله اللون الابيض ده، هو ده بس. تعالى راجعوا كده مع بعض بقى، قالك الجار اللي هو اللي فيه نوديولز ده اسمه ايه؟ كولويد نوديولار جويتر. طيب الشكل ده ايه؟ ثيرويد والله عندك ارجلان. الكونسستنس بتاعته زي اي قلنا كل الجارات انها فيرم، اللون بتاعه والله بني، ليه بني؟ للمسؤول عنه الجيلاتينس ماتيريال اللي موجوده في النوديول. طب عملت كات سيرفس وبصيت كده لقيت عباره عن نوديول، النوديول لونها ايه؟ نوديول لونها بني، قالك بسبب والله عندك ان النوديول لقيت نوديولار الكات سيرفيس ارك وي سيباريتد، طبعا نوديولار ومفصول عن بعضه بوايت فايبر سيبتا، النوديول دي مالها؟ فيلد باي، مليانه بايه؟ مليانه بكولويد ماتيريال، جيلاتينس كولويد ماتيريال المسؤول عن اللون البني. تبقى ده الجار بتاع الايه، الكولويد نودولار جويتر، ودي ثايرويد ايه جلاند، دي ثايرويد طبعا جلاند. تبقى كده احنا خلصنا كل امراض ارك الثايرويد جلاند، او كل الجارات بتاعه الثايرويد جلاند، سواء بيناين ارجو والله الثايرويد ادينوما، او الاثنين كارسينوما، الثايرويد كارسينوما اللي عامله زي طبق الفول، والبابيلاري كارسينوما اللي عامله بابيلي بروجكشن. تعالى بعد كده والله عندك على الايه، الامراض بتاعه الباثولوجي بتاع الايه، او الجارات بتاعه البريست. اول جار عندي في البريست هو الكرونيك بريست ابسس،
مبدئيا كده نعرف اول ما يجي لي جار في سكين كده زي ما احنا شايفين، اعرف ان هو بريست، تبقى ده بريست على طول يا باشا. تمام، حلو خالص. طيب البريست ده والله عندك اللي ظاهر انه في حفرة هنا كده، الحفرة دي عبارة عن ابسس، حفرة عبارة عن ابسس كورونيك بريست. والله عندك ابسس، قلنا والله عندك يا باشا الكورونيك بريست ابسس دي عبارة والله عن راوندد كافيتي زي ما انت شايف كده، يعني كورونيك بريست ابسس عبارة عن كافيتي، الابسس خراج. كورونيك بريست ابسس عامل ايه بقى؟ زي ما احنا شايفين كده عبارة عن كافيتي، الكافيتي ده عنده من على الجنب كده فايبرس تيشو عامله الوول بتاعه، ومليان من على الجنبات ايبيثيليوم متكسر عامل شاجي نكروزز. يعني ايه شاجي نكروزز؟ شاجي نكروز يعني ايبيثيليوم ملخبط، ايبيثيليوم متلعبك في بعضه ملخبط، شاجي نكروزز. باقي البريست عامل لوبيوليشن، وفي اريا من الايه، من الهيموريج زي اي طبعا اريا من الهيموريج بسبب النكروز اللي حصل، شاجي نكروز ده. طبعا ادي الايه، الابسس اهو زي ما احنا شايفين. طب انا عندي كده ده كرونيك بريست ابسس، راجع كده معايا الدايجنوز كرونيك بريست ابسس. طب ليه انا قلت اصلا يعني كرونيك؟ لانه خلاص عنده بقى عنده فايبروس، هو حصل فيه فايبروز فخلاص تحول لكرونيك بريست ابسس. طبعا ده في ميل بريست لانه في السكن ظهر اهو، فخلاص ده عرفت ان هو بريست. عامل ايه؟ اقوله بكل بساطه ابسس يعني عباره عن راوندد كافيتي، الكافيتي ده عنده ايه، عنده فايبرس وول، الفايبرس وول الابيثيليوم بتاعه ماله، عامل شاجن كروزز متكسر بصوره ملخبطه، تبقى ايه، تبقى راوندد كافيتي عنده فايبرس وول لايند بشاجي ايه، نكروزز. وباقي البريست عامل لوبيوليشن كده، عامل ايه، لوبيوليشن زي ما احنا زي ما ظهر كده لوبيول، لوبيول اريا من الهيموريج. ده اول حاجه. تعالى بقى نشوف تاني مرض عندنا في البريست، وهو الجاينيكوماستيا زي ما احنا شايفين كده. بص الجاينيكوماستيا اهم مميزه، هو ايه الفرق بين الفيميل بريست والميل بريست؟ لكن الميل بريست مش بيكون عنده نسبه الفات اقل بكتير، اما الفيميل بيكون عندها نسبه فات في البريست اعلى. فهبص كده هلاقي والله حته لحمه، زي حته لحمه كده، تبقى انا عندي دي ايه، عضلات، وهلاقي هنا عباره عن فات اهو في الحته دي كده، هلاقي فات وسكن. انا سكن عرفت ان هو بريست خلاص. ارجدي جينيكوماستيا، هو يعني جينيكوماستيا يعني اللارج. طيب اللارج في البريست، فالبريست بيبدا يكبر، تبقى اللارج هلاقي انلارجمنت في البريست، وهلاقي والله عندك انلارجمنت في البريست ومن فوق طبعا اهو اللارج بريست كفرد، متغطي بسكن اهو من فوق، وهلاقي انه عامل ماس، الماس ده فليشي عامل زي حته اللحمه كده، لونه اوصف طبعا لونه براون براونش، وملوش كبسول طبعا ولكنه محدد كده، انا ويل ديفاين محدد الجوانب. هلاقي لما اعمل كات سيرفيس تحت كده هلاقي ان في فات تحت رقم 3، قال لك انه في لوبيوليتد عامل لوبيول مع فاتي بريست تيشو في رقم 3. تبقى انا عندي كده، تعالى نراجع الجردة، الجردة كده اول ما اشوف في حته عامله زي العضله اللحمه تبقى جينيكوماستيا. طب ايه جينيكوماستيا؟ اللارجمنت في البريست ومتغطي بو كفرد في سكن. طب فين انا؟ مش ده جينيكوماستيا يعني في ماس شوينج ارك ماس، الماس ده طبعا ده ميل بريست شوينج ماس، الماس ده فليشي تمام، وزي ما انا شايف ان هو ويل ديفايند متحدد الجوانب ولكنه مش لو كبسول، ملوش ايه، ملوش كبسول، ده فليش، لونه براون طبعا لون العضلات. لو عملت كات سيرفيس هلاقي ان عندي لوبيوليشن كده، واللوبيوليشن ده فيه فاتي تيشو، فاتي بريست تيشو اللي هو رقم 3. تمام، تعالى نراجع الجار مع بعض كده. اول ما يجيلك جار في حته لحمه كده، حته عضله، تبقى ده جاينيكوماستيا في الميلي بريست. طب ايه طبعا ايه الاورجن؟ ميل بريست. اوصف او ممكن يسالني، لو سالني بقى هيسالني اللارجت طبعا، لو هوصف انا اللارجت بريست متغطي ايه من فوق بحته سكن. طب الماس والله عامل ايه، فليشي ارك ماس، لونه ايه، عامل زي حته اللحمه، عامل زي الميت كده، الفليشي ماس ده ملوش كبسول، ويل ديفايند يونيفورم شكله هو محدد متحدد خالص، والكات سيرفيس لو عملته هلاقي ان في ايه لوبيوليشن من تحت كده اهو، او من فوق برضو موجوده من فوق هنا اهو كده لوبيوليشن من الفاتي بريست تشو. تمام، ده كده الجينيكو ماستر بتاعت الميدبرست. تعالى برضو نشوف حاجة من الحاجات برضو ال ايه ال من ال مش ورم بقى، ولكنه من النون نيوبليستيك، يعني من النون نيوبليستيك ديزيز بتاعت ال
بريست اللي هو مين؟ الفايبروسيستيك ديزيز، الجار الوحيد اللي كله عامل زي حتة الفات، حتة دهنة كده، او كله ابيض، كله لونه ابيض، تمام؟ هلاقي فيه كده حفر سيستس كده، سيست، لان احنا عارفين ان الفايبرو سيستك زي ما احنا عارفين ان هو بيعمل سيستك دايليتيشن، بيمسك الضغط ويعمل فيها ايه؟ سيستك دايليتيشن. طيب اللي انا شايفه قدامي هلاقي فيه اوتر سيرفيس، الاوتر سيرفيس ده طبيعي ان انا هلاقيه من بره، يمكن دي من جوه، هلاقيه من بره عامل نديول. الكونسستنسي لو ضفتها في اي جار فيرم عادي، يعني اللي هو فيرم في كل الجارات، تمام شغاله. اللي انا شايفه قدامي لون، طبعا لون وايت، وارك لو عملت كات سيرفيس هو كاتب لها ان شو سيستك دايليتيشن. انا شايف ايه؟ شايف سيستك دايليتيشن او مالتيبل سيست عادي خالص. تعال راجع الجار ده مع بعض كده، ده فايبرو سيستك ديزيز اوف بريست دايجنوزز، وده في ميل بريست عامل لي ايه؟ الاوتر سيرفيس عامل لي نديول، عملت كات سيكشن فيه كده، هلاقي ان في مالتيبل سيست زي ما احنا خدنا في النظري ان في دايليتيشن في الدكت عامل لي، او دايليتيشن ايه، او سيستك دايليتيشن، بس مالتيبل سيست. الكات سيكشن شو مالتيبل سيست؟ اللون وايت، ايه لونه؟ اوصف من الصوره لونه وايت او وايتش كلر، والكونسستنسي بتاعته ايه؟ فيرم، ولو بصينا على الاوتر سيرفيس حاليا نوديولا. طب الجار اللي بعده طبعا الفايبرو ادينوما، برضو ده باين ان هو بريست خالص من السكن اهي، دي السكن بتاعته، وادي الماس اهو الفايبرو ادينوما. طبعا ده بيناين تيومر، ده اول حاجه في النيوبليستك بقى تيومر، ده اللي هو بيناين تيومر. بريست فايبرو ادينوما هو عباره عن زي حته كده، في يعني ظهر سكن مع حته شبه الدهن، شبه الايه؟ الدهن. انت بتقول لي افرقها ازاي عن الديجنو مصر؟ لا، الديجنو مصر فيها حته لحمه، دي لا، دي عباره عن دهون اهي، عباره عن دهون فوق اسكن. فهو الايه؟ طبعا ده اللي هو مين؟ الفايبرو ادينوما اللي هو بيناري تيومر بتاع البريست. انا شايف ايه قدامي كده؟ شايف والله سكن، وشايف ادي ماس، وادي شايف فات. طيب تعالى نبدا كده، ان انا شايف جلوبيولر ماس اهو، جلوبيولر ماس، تمام. الجلوبيولر ماس ده ويز ايه؟ عنده نوديولر اوتر سيرفيس، ومتغطي بكبسول انتاك، كبسول سليمه مش فيها اي ايه؟ اي انفلتريشن خالص. طب انا عندي شايف قدامي ايه؟ طبعا جلوبرر ماس، الجلوبرر ماس ده معاه نوديولار اوتر سيرفيس، ايه السيرفيس بتاعه عامل نديول مع انتاك كبسول. قلنا يا باشا الكونسستنسي فيرم، اللون اللي قدامك جراي شويه، تمام شغال، وعامل لوبيوليشن من الايه؟ من الفات زي ما انا شايف كده. وخلي بالك ان اللوبيول حتى بتاعته بتكون دي ماركيتد، يعني متحدده كده. طيب وان هو زيس قالك فايبرو ادينوما شونج ايه؟ شونج الرقم واحد، شونج سكن معاها تحتها اللي هو ده كده، معاها اندرلاينج فايه؟ فايبرو فاتي، او فايبرو فاتي اندرلاينج، يعني عباره عن ماس كده في فايبرس مع والله شويه ايه؟ شويه فات. طب تعالى نراجع الجار ده مع بعض كده، الجار طبعا ده كده، امسح اللي عليه طبعا. الجار اللي قدامي ده كده اللي فيه سكن ارجو تحتها دهن ما فيهوش لحم خالص، ده فايبرو، او ما فيهوش يعني ماسل، ده فايبرو ادينوما اوف بريست. ده طبعا في ميل بريست عباره عن ماس اهو، جلوبيولر ماس مع نوديولر اوتر سيرفيس، الاوتر سيرفيس عامل نديول، ومتغطي بانتاكت كبسول، كبسول سليمه. قلنا كونسستنسي زي ما احنا عارفين فيرم كل الجارات، اللون اللي قدامك وصفه لونه جري شويت ولوبيوليتد، اللوبيول بتكون متحدده وديماركيتد مش ملخبطه في بعضها، حتى ماس اهو متحدد ايه ديماركيتد. واركن زيث قالك والله ايه؟ جار شوينج ايه؟ شوينج سكن معاها تحتها ايه؟ معاها تحتها زي ما احنا شايفين كده فايبرو فاتي اندرلاين. اخر جار معانا وهو الايه؟ الكارسينوما بقى، اللي هي الانفلتريتيف او الانفيزيف داكتال كارسينوما. الانفلتريتنج دي كان لها اربع جارات انا جمعتهم هنا، ادي جارين منهم وجارين تانيين انا يعني عملت عليهم كومنتات بسيطه كده، اما هما الاربع جارات نفس الكومنت، نفس الايه؟ كومنت. انا شايف ده بريست اهو بسكن، وادي نيبل، النيبل ريتراكت منكمشه، وشايف شكل كده، شكل عام زي شكل البرتقانه، شكل قالك اللي بيسموه بيد اورنج، شكل الايه؟ البرتقانه. ادي اهو برضو قالك بريست اهو وعامل ريتراكت النيبل. ادي ماس اهو، طبعا ماس انفلتريتنج، عامل انفلتريتنج زي ما احنا شايفين اهو الماس. طبعا الماس ده بيجي في الضغط، ده اسمه ايه اول ما يجيلي؟ ده انفلتريتيف او انفيزيف داكتال كارسينوما، تمام. هو الكومنت بتاع الاربع جات هو هو. انا شايف انفلتريتنج، ماس عامل انفلتريشن، هيكون كابسوليتد ازاي؟ تبقى انكابسوليتد، تمام تمام، تبقى مش هيكون لي كبسول. اي ماس دايما بتلاقيه اصلا انفلتريتنج، مش بتلاقيه عامل كبسول لانه بتلاقيه ريجولر. الكونسستنس بتاعته لو دوست عليه فيرم. طب الاوتر سيرفيس، الاوتر سيرفيس بتاعه هلاقي والله عندك ان الاوتر سيرفيس بتاعه عامل شكل البيدو اورنج، شكل البرتقانه من بره كده،
والنبل زي ما احنا خدنا في الانفلتريتيف داكت الكارسينوما ان بيحصل فيها فايبروزز. طب الفايبروز ده يعمل ايه؟ يعمل ريتراكتد في النبل، النبل تكون ريتراكتد. واهم حاجه في الجور اللي هي البيدي اورنج اللي هو شكل البطانه، ان الاوتر سيرفيس اوف ذيس تيومر ارك شو بيدي اورنج، وطبعا ورم انفلتريتنج فهيكون ال ديفاين طبيعي زي ما احنا اتعودنا. وفي بعض الجورات بقى ممكن الاقي السر ريزد، يعني عامله ايجز كده مرفوعه، ريزد ايفيرتد ايجز. الجارات هم الجارين بس الزياده ان في جار في النبل نوت ريتراكتد، تمام، النبل نوت ريتراكتد، وده قال لي عليه ان هو ميدالري، يعني هو برضو انفلتريتيف داكتر كارسينوما ولكنه ان هو يعني نوع خفيف شويه ممكن يكون ميدالري. وقال لي برضو ان الجار ده فيه ارك الالسر، بقى هو ده الجار اللي فيه. يعني لو جه الجار ده اقول نفس الكومنت اللي هو عادي، ان الاوتر سيرفيس شو بيدي اورنج، بيدي اورنج ابييرنس، الكونسستنسي فيرم، الانفلتريتنج تبقى انا عندي نوت كابسوليتد، ال ديفاين، الوصف بتاع سرطان عادي، وممكن اقول اريا من هيموريج نيكروزس ارك طبعا زي ما احنا شايفين. بس هقول اضيف بس ان في السر، الالسر دي لو سالني فيها الالسر معاها ريزد ايفيرتد ايدجز بس. والجار اللي بعده اللي هو طبعا قال لي فيه انه الجار ده برضو نفس الكومنت، هو برضو لان ادي شايف بيدي اورنج، شو بيدي اورنج، بس قال لي ان هو عامل فانجيتنج ماس خلال ايه، ثرو ذا سكن، ثرو ايه، ثرو ذا سكن. تبقى الاربع جارات بتوع الانفيدريت داكتر كاسوما انا حطيتهم لك جنب بعض اهو. لو جالي في الامتحان قال لي ايه ده، طبعا اقول له ده انفلتريتيف داكت كارسينوما. طب الاورجن في ايه، في ميل بريست، ممكن يقول لي ان ذا تيومر شو، اقول له بيدي اورنج ابييرنس. طب النبل ايه، اقول له ريتراكتد، و اقول له السر طبعا مع لو جاب لي ده بقى اضيف له، لو سالني في الالسر اقول له السر معاها ايفيرتد ايج. بس هو نفس الكومنت، هو زي ما احنا شايفين، انا بس جمعته في مع بعضه يعني، بحيث ان هو مش يكون باراجرافات كتير، يكون شكلها او يبان انها حجمها كبير يعني كده. تبقى تقريبا احنا خلصنا كل الجارات، خلصنا ادرينال جلاند، بنكرياس، كلويد، تمام. تبقى كده خلصنا كل الجارات، تمام كده. اتمنى اكون كنت خفف عليكم، واتمنى اكون استفدته ولو بجزء قليل. وربنا يا رب كرمنا ان شاء الله جميعا في الامتحان بتاع يوم الاثنين ان شاء الله، ونطلع كلنا مبسوطين باذن الله، ويكرمنا ان شاء الله في الفاينل. وان شاء الله برضو انا عامل باذن الله ورقه زي دي للسلايد، هنزلها باذن الله برضو. وسلام عليكم.